قبل ما اتكلم على المنافسه على البونز ليج، يهمني اسمع رايك في صفقه هاري كين، وهل هو من وجهه نظرك او من وجهه نظر جماهير البايرن ممكن يكون الخليفه الشرعي لروبرت ليفاندوفسكي، ولا هي مجرد محاوله لتعويضه زي ما كان مع ساديو ماني؟ بكل تأكيد أنا أعتقد هو هذا هو المركز الذي ينقص والقطعة الناقصة لمنظومة الفريق البافاري. أنا أعتقد أن هاري كين هو الوحيد الذي قد يستطيع أن يعوض غياب روبرت ليفاندوسكي. هذا المركز يبحث عنه الفريق البافاري منذ فترة طويلة، يعني دفع أكثر من 100 مليون يورو، وهذه صفقة عالية جدا، وأعتقد أن هاري كين سوف يضيف الكثير طبعا باستغلال الفرص الكثيره وترجمتها لاهداف. هاري كين مميز جدا، مهاجم قناص، مهاجم يستطيع ان يصنع الفارق ويساعد الفريق البافاري. انا اعتقد انه دعنا نرى كيف يتاقلم هاري كين بسرعه في البوندسليغا. اتمنى له كل التوفيق وانا اثق فيه، واعتقد هو لاعب عظيم مثل هاري كين قد يحدث الفارق مع الفريق البافاري. بمناسبه صفقات البايرن هخلي نفس الملف مفتوح واكلمك على ديخيا، اللي ترددت انباء على اهتمام اداره بايرن ميونخ بالتعاقد مع ديخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، وخصوصا ان هو هيكون فري ترانسفير بعد انهاء عقده مع اليونايتد. هناك فعلا تقارير كثيره، لان مانويل يورال مصاب وسمعنا اشاعات وتهاكمات كثيره. دعنا نرى فريق طبعا الفريق البافاري واحد من اهم الانديه في العالم، وهناك كثير من اللاعبين يتمنون اللعب للفريق البافاري. انا اعتقد ان 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 ان, أن الفريق البافاري يبحث عن اللعيب الذي يناسب السيستم. نعم، مانويل نوير وهذه الإصابة الكبيرة، قد يكون ديخيا هو اللاعب البديل أو الحارس البديل، وأنا أتمنى ذلك، ودائما في اندهاش وأتابع ذلك بشدة.